تتحقق العدالة بإصدار حكم قضائي عادل يرضي جميع الأطراف وخصوصا عوائل الضحايا. أنا شخصيا حضرت الجلسة الأولى اللي أخذت بها إفادة المتهم، أعتقد اسمه حمزة العيداني، وكانت جلسة يعني حرفية وتحققت بها العدالة، أو حتى وفروا للمتهم جميع أسباب العدالة من الكلام، حتى أنه رئيس محكمة الجنايات سأله هل إفادتك القضائية انتزعت منك تحت التعذيب أو الإكراه؟ الرجل المتهم قال لا أبدا، أنا أعطيتها بحرية إرادتي. حقيقة اليوم جئنا يعني نتضامن ونؤازر أخوتنا المتظاهرين، وكذلك نساند مجلس القضاء الأعلى بقضية فرقة الموت التي هي المتسببة بمقتل المتظاهرين، الكواتم التي تحاول إسكات المواطن وتحاول إسكات كل صوت عور. بالتالي جئنا اليوم حقيقة لنثبت وجود أن الوطن أعلى من صوت الكاتم. مجلس القضاء الأعلى اليوم هو أمام يعني موقف تاريخي، عليه أن يثبت وجود كلمة الحق وكلمة العراق من خلال القصاص من هؤلاء المجرمين. بالتالي هذه الوقفة اليوم هي من عدة وقفات جاءت مساندة لمجلس القضاء الأعلى من خلال محاكمة فرقة الموت التي هي من كانت متحكمة من خلال أجندات خارجية. بالتالي نحن نتضامن قلبا وقالبا مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إعلاء كلمة الحق. نحن نقول ونوجه رسالة لهؤلاء المسلحين وهؤلاء الإرهابيين، نقول مهما أردتم أن تسكتوا أصوات كل الأحرار بالتالي سوف تستمر هذه المسيرة، وكذلك نعاهد عوائل الشهداء وعلى رأسهم عائلة الشهيدين الصحفيين أحمد عبد الصمد وكذلك صفا غالي، أننا متضامنون معكم، وكمختصين في مجال حقوق الإنسان سوف نبقى نتابع هذا الملف محليا ودوليا إن شاء الله كما عهدتمونا سابقا إن شاء الله. شكر قواتنا الأمنية لتحقيق الجهد اللي بذلوه، ونشكر قصر العدالة لمحاكمته أحد المجرمين، ونطالب بشدة القصاص العادل، ونطالب المتهمين الهاربين لاتخاذ ما يرجم بأقصى سرعة. جماهير البصرة مع بعض عوائل الشهداء اليوم تطالب من القضاء إنزال العقوبة المستحقة بحق القاتل والجاني الذي اعترف بجريمته واعترف وتكلم عن من يقف خلفه ومن يؤيده، كما نطالب من القضاء ان يكون قضاء عراقيا، ونحن نساند القضاء ومع القضاء اذا كان القضاء معنا، وكذلك نطالب من القضاء ان يكشف عن الجهات التي تقف خلف هؤلاء القتله ويتمولهم وتعطيهم الغطاء القانوني وتحميهم الحمايه الامنيه.